يقول: هل يجوز غيبة رجل لا يعرفه الحاضرون في المجلس؟ وهل صحيح أنه لا غيبة لمجهول؟ لا تغتب أحدا، ولا فائدة في الغيبة. مش الفائدة من الكلام في الناس واغتيابهم؟ ولو لم تذكر اسمه اترك الغيبة. ولا يغتب بعضكم بعضا، الآية عامة، ولا يغتب بعضكم بعضا. المسلم لا تجوز غيبته. نعم.